السلام عليكم ومرحبا فيكم في الحلقة الثانية من تختيم لعبة كراش 2. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات أول ما تنزل. ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي في الحلقة اللي راحت خلصنا هذا الدور اللي هو الدور الأول ويلا نروح إلى الطابق الثاني وعلى طول نهجم على المرحلة الأولى. بوم أورايت وصلنا كورتكس. برافو كراش. Alright, let's go. وانا كنت بموت بس الحمد لله فاضين الموت الاولى السريعة. Alright, متنا موتة سريعة anyway. قوم انتبه لا تستعجل. يا ريت كان الدور بعد. No. وي. Oh, nice. Ah. يمديني أقتلهم دولة. Ow. أو ما يمديني أقتلهم ها. لازم أنا أطلع فوقهم. كالعادة الجواه لو سمحت الجواه المخفية ما أخذت ولا واحدة منهم. نايس ما اقدر اخذ الباقي. كيف كذا؟ اوه انتبه لهذا الحمار. اوف وي نايس. اوه لا اتقرب لهم ابدا بيطيحوا علي. كنت بعيد عنها لكن ايش هالمسخرة. كان عندي 15 روح هنا عندي 11 بس. ما انتبهت للجليد. ما انتبهت للجليد. ايوه كده زين. نايس. او شوت. اوكي واحد اثنين ثلاثة. نايس. اوه ويييي. بيب. اوه النطة وانت على الثلج زحلقة وتعالي تنط يوديك بعيد ها. نايس نايس وي. اوكي ممتاز. ويب اي شيء دائما يغبوا شيء. انا في شيء بعد ما في. بربقة. اوكي اخذنا الكريستال. نايس. اه خلصنا. اوكي نايس. مع اني متواجد بس ممتاز. انا اتوقع اني اسوي فيديوهات منفصلة عن كراش 1 و 2 وثري طبعا اللي لعبتهم عشان احصل كل المجوهرات. alright المرحلة الثانية اير كراش التصادم الهواء. نايس. نايس اوكي الزحلقة ممتازة. انتبه. برب
اوكي بوم 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 بوم. هذه صعبة. الجوهرة الكريستال اوريدي بسرعة وصلنا اليها. يا عبد الله ايش فيك؟ صح صح شويه. هذه فكره غريبه. بوم 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 بوم. والله ما تموتني. لا لا اوف نايس. ممتاز جدا ممتاز. يلا خلونا نكمل. 1 2. كم من 10 اموت؟ 0 من 10. اوكي ها شوف مرحله زياده. اوه هذا لاني ما مت ولا مره طلعت لي. نايس. في واحده قبلها بعد اتوقع. اوه يا حبيبي اوكي اوكي. تختفي عني؟ هيقول لنا تختفي. تختفي. لا ما تختفي ما تختفي. يلا 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 لا لا يلا 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 لا 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 لا. اوف كنت واضح مرة ثانية. اوف اوكي اوكي زي عندي بربقة. اوكي بس ناي حصلنا مجوهرة. مجوهرة يس. ممكن اخذها ليكون خلصنا الليفل اوريدي. لو برجعنا خلصنا. نايس اوكي. اتوقع هذا يختصر لنا المرحلة. نايس. في هذه مجوهرتين طبعا. مجوهرة الخاصة ومجوهرة العادية. تقصد المجوهرة كالعادة. اوكي نايس. حنروح الى بيريت مرحلة الدب القطبي. اوكي الله يعين هالدب. كراش بعنفه. دائرة يروح اسرع. هذا اول موتة. تك 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 تك. ليش نطيت الزحلاق؟ يتزلج بعد ما يروح على الثلج. شوركات شوركات الرؤية من هال الذين. نايس 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 نايس. مو نايس. وي نايس نايس نايس. شورت كات ما بيك. تشيك بوينت. تبه. نايس 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 نايس. وات ذا ف. وش اسوي هنا؟ انا نطه قويه مثلا. نوت نوت نوت. اوكي سحبنا على كرتون لكن كنت بموت لاني نطيت من وقت. كيف اخذ هذول كلهم؟ شكرا دبدوبي. بس اتوقع لو رجعت بحصل الجوهرة بتكون معانا. ايه بدا 6 كراتين بس.
نايس، سهلة سريعة خفيفة لطيفة جميلة ممتعة. زي ما تشوفوا خلص كل المراحل، بس صار في خلل في التسجيل، والتسجيل صار بدون صوت الميكروفون، فبرجع ألعب هالثلاث مراحل مع المرحلتين مع الباص عشان هنو تعرفوا مشكلة الفيديو. ما أدري ليش المايك ما كان مشتغل مع أنه كان موجودنا شغال، فبنرجع نلعب هالمرحلتين ونشوف إيش يصير. يلا مو مشكلة، let's go. بوم، تبه يعني ما احتاج اي شو اسمه اي حاجه من هنا، لاني اوريدي غلبت شو اسمه، فما المفروض ما اهتم بالكراتين. alright من هناك بس في كراتين طبعا، فبنكمل سيده. ليش نطيت كده؟ يا حبيبي يا كراش، نايس. اوه شيت، اوه ماي جاد، ما لاحظت ان الكوره نزلت، كان قفلتني. نايس 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 نايس، كمل. ايوه الاضافيه ما ادري ليش سويتها انا. اوكي خلص خلص. ويز مرر تو نايس. مو نايس، انا انتبه انتبه. اوكي وي وي كرتون ده ما احتاجه، يعني زي ما قلت جبت الجوهر على طول. ابام خلصنا هاللفل. اوكي الحين دور هذا اللفل اللي هو ذا ايل ديل، السمك اللي كهرب الماي. نايس اوب 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 اوب. بوربوغا نايس نايس نايس. اوكي مو نايس، نروح يمين هالمرة. نايس بوم. نايس نايس نايس. وصراحة كده خلصنا المرحلة، لا بعدنا، انني كاذب.
اوكي كده خلصنا. الحين يبقى لنا الباس اللي هو الكومودو دراجون. غلبتهم من اول محاولة طبعا، بس للأسف هذا ما كان شغال، فلازم نعود من جديد. Let's go. Whee! Nice. بس قاعد يرمي سيوف. سيوف. نايس. وان تو وان تو وان تو وان تو وان تو وان تو. ما في أسهل من هالباص. أوكي بعد ما خلصنا كيس طلعنا كورتس قال لنا جمعتوا 10 من أصل 25، وحين نركب للطابق الثالث. وهنا بنوقف الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة الجاية بخلص اللعبة كاملة، بخلص كل المراحل الباقية في فيديو واحد. فأتمنى أن الفيديو عجبكم، إذا عجبكم لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهات أول ما تنزل، وإن شاء الله بشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.